تعاونكم قصة نجاح ولمسة وفاء لهذا الوطن. بالفعل ما شهدناه اليوم خلال العام الماضي حتى هذه اللحظة من تعاون المواطنين والمقيمين في بما يتعلق بالتحصين والتصدي لهذا الوباء حقيقة قصة نجاح لابد أن تروى. معي للحديث حول هذا الموضوع وللتعليق على حديث معالي وزير الصحة عبر الهاتف الأستاذ محمد السنان الكاتب المهتم بالشأن الصحي. حياك الله معنا أستاذ محمد. أهلاً يسعد مساك أخوي جمال ومنور كعادة في إطلالتك الجميلة. تسلم. محمد بسألك عن نسبة 70%، ما المقصود بأنه 70% من المجتمع تم تحصينه؟ ماذا يعني ذلك؟ أول شيء خلينا نتناول كلمة معالي الوزير بقراءة تحليلية لما بين السطور تفيد المجتمع بشكل كبير وتشرح موضوع 70% أيضا واللي وصلت المناعة المجتمعية لها. أول شيء طبعا ركز معالي الوزير في بداية كلمته على شكل القيادة اللي كان لها دور كبير بتخصيص كل الدعم المادي والمعنوي واللوجستي وجميع الإمكانات اللازمة للتعامل مع هذه الجائحة، وأيضا وضح وركز على كلمة صحة الإنسان ولم يقل صحة المقيم أو المواطن أو الزائر، بمعنى أن هذه مملكة الإنسانية، وفعلا هذا ما تم خلال الفترة الماضية بعلاج وتلقيح جميع من كان متواجد في المملكة من مواطنين ومقيمين ومخالفين للإقامة وأيضا زائرين، فتعامل مع الكل كإنسان. أيضا الإجراءات الاستباقية اللي علقنا عليها في برنامجي هلا أكثر من مرة، وكان بعض المجتمع يرى أنها مبالغة أو قوية، لكن هذه الإجراءات كانت هي السبب بعد فضل الله في ما وصلنا إليه من نجاح في التصدي لجائحة كورونا. أيضا تذكير بالوضع الصعب اللي واجهناه ومقارنته بنجاحات اليوم، والذي ذكر أهم ركائزها الوزير وهي الوعي والتحصين، والذي وصل إلى 70%، نعني ب70% من المجتمع الآن حصل على الجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا. أيضا شكر خاص وجهه للمحصنين اللي ساهموا بهذا التحصين في التعافي من الأزمة، ومطالبة بقية المجتمع بأخذ اللقاح والحرص على الجرعة الثالثة لمن تجاوز 6 أشهر على الجرعة الثانية. كرر وأكد على أهمية الاستمرار بالإجراءات وفق المرحلة. تغيرت الإجراءات، صار تخفيف في بعض الاشتراطات وضحتوها أنتم في بداية الحلقة، لن نطيل في ذكرها. أيضا رسائل قوية وجهها معالي الوزير بأن تهاون فردي من شخص واحد قد يهدم جهود المجتمع كاملة، وأيضا التأخر في التحصين قد يرجعنا إلى الخلف أو إلى نقطة البداية. وختم بشكر الجميع لتعاونهم ووفائهم. النقطة الأخيرة التعويل على الوعي والتعاون من المجتمع لانتهاء الأزمة، ما لم يقله الوزير أخي جمال وأقوله أنا بكل حقيقة بكل صراحة، 30% الذين لم يتلقوا الجرعتين إلى الآن أنتم ستكونون السبب في تأخرنا في التعافي من الأزمة، أنتم سبب في عدم عودتنا للحياة الطبيعية، وأنتم لا قدر الله قد تكونون السبب في انتكاسات أخرى لا سمح الله. ما تسمع 30% بعدم أخذها للقاح قد يؤثر على 70% ساهمت بوعيها وتجاوبها إلى التعافي اللي وصلنا إلى اليوم. فلا بد أن الكل يبادر بأخذ اللقاح. لا أعتقد بأن قيادات الدولة على رأسها خادم الحرمين الشريفين والوزراء وولي العهد الأمين وجميع قيادات الدولة أخذت اللقاح في طليعة من أخذ اللقاح، ليس استباقيا ولكن ليكون قدوة للآخرين بأن هذا اللقاح آمن فعال، وأخذته قيادات البلد كقدوة لكم وأخذها 70%. لا أعتقد بأن 70% يهونون على الدولة أو ستساهم الدولة في إعطائهم شيء غير آمن. فلا بد من 30% الآن، الكرة في ملعب 30% لعودتنا لحياة طبيعية 100%. التحصين والتعاون هذا ما سيعيدنا إلى الحياة الطبيعية. أحسنت، شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد السنان الكاتب المهتم بالشأن الصحي معلقا على حديث وزير الصحة بعد وصول المملكة وتحصين أكثر من 70%
من المجتمع. فاصل ونعود.